بالرغم من الإنجازات العديدة التي قدمتها نازا للبشرية في مجال الفضاء، إلا أن هناك بعض الأمور التي تفضل نازا أن تخفيها عن العامة. دعونا نكشف بعضا من أكثر الملفات غموضا وغرابة والتي تم إخفاؤها لوقت طويل من قبل وكالة نازا الفضائية. من أكثر الأمور ريبة بشأن محطة الفضاء الدولية نازا أنه تم مسح اللحظة التي تعتبر الأكثر أهمية في تاريخ البشرية كلها، لأول هبوط بشري على سطح القمر، والذي تم تصويره من قبل المحطة، إذ لم تعد هناك أي أشرطة فيديو متوفرة والتي سجلت تلك اللحظات. وقد أفادت الوكالة أنها قامت بالبحث عن الشريط الأصلي بين آلاف الأشرطة ولكن دون جدوى، ولم يتم كذلك تسجيل هذا الحدث عبر الأقمار الاصطناعية. في حين كشف المخرج الأمريكي الكبير ستانلي كوبريك أن كل مشاهد الهبوط المختصة بأول هبوط إنساني على سطح القمر مزورة بالكامل، معلنا أنه هو الذي كان يصورها في أحد استوديوهاته الضخمة في لندن بإنجلترا. وقال المخرج في حديث أدلى به قبل وفاته ونشر عام 2015: هذا فضلا عن تساؤلات أخرى أثارت الرأي العام، مثل سبب رفرفة العالم الأمريكي فوق سطح القمر الخالي من الهواء. المنافسة قوية جدا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنها أخذت منحنى أكثر جدية، فقد تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق إنجازات ضخمة في مجال الفضاء، وفرضت هيمنتها بشكل كبير في هذا المجال، ولعل أوضح مثال لذلك هو قيامها بإجراء تجربة Project E190، تجربة نووية على سطح القمر، كان هذا هو اسمها، حيث أسس عالم الفلك كارل ساجان مشروعه هذا باسم Project E190، والذي من شأنه استخدام القمر كموقع الاختبارات النووية، ولكن الحقيقة أننا لسنا متأكدين إذا ما تحقق ذلك في أي وقت مضى، فمن المستحيل أن نتأكد من ذلك. وقد كشفت الصحف العالمية عن أن وكالة نازا الأمريكية قامت بإخفاء معلومات تفيد تثبيت وجود معجزة ليلة القدر لدى المسلمين، مؤكدة أن نازا اكتشفت منذ أكثر من 10 أعوام حقائق علمية تثبت تميز ليلة القدر وأخفتها. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عالم فضاء أمريكي يدعى كارنر أثبت علميا أن الأرض ينزل عليها في اليوم الواحد 10,000 إلى 20,000 شهاب من العشاء إلى الفجر، إلا أن ليلة القدر لا ينزل فيها أي شيء. ولفت الإعلام إلى أن وكالة نازا علمت بهذه الحقيقة منذ 10 سنوات، ولكنهم أخفوها لأسباب تخصهم على حد تعبير الوكالة. في نوفمبر سنة 2016 قطعت نازا البث الحي عن محطة الفضاء الدولية في لحظة غريبة، حيث ظهر شيء غامض في السماء لم يكن واضحا تماما، ولم نكن على علم ما إذا كان هذا الشيء يمكن أن يكون حطاما فضائي أو شهاب. في صورة أخرى عام 2017 يظهر 7 أشياء أخرى تحلق في السماء. كانت ألمانيا الأكثر تقدما في خلق صاروخ V2 المدمر، وهو الصاروخ الذي كانت لديه القدرة على ضرب الأهداف بدقة بالغة في لندن. وقد كانت الولايات المتحدة في منافسة مع السوفييت لمعرفة من يمكنه جمع أكبر عدد من الصواريخ النازية بعد انهيار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وقد قامت نازا باستعمال الأقمار الصناعية لتحديد وإصابة الهدف بدقة، وهي الحقيقة التي أخفتها نازا حتى الآن.